ما جدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى اختيار سبيل الحوار الشامل لتجاوز الأزمة الحالية. يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام بأن صالح كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة للانتخابات الرئاسية. على وقع قرار المجلس الدستوري في الجزائر بإلغاء الانتخابات الرئاسية، تعيش البلاد بين مرحب بالقرار باعتباره انتصارا جديدا للإرادة الشعبية، وبين من يعتبره التفافا جديدا على مطالب الشعب. فالقرار تضمن التمديد لرئاسة عبد القادر بن صالح المؤقتة للجزائر دون أن يوضح مدة التمديد الجديدة للفترة التي تنتهي في 9 يوليو المقبل. إزاء ذلك، وجه الرئيس الجزائري المؤقت ثالث خطاب متلفز إلى الجزائريين منذ توليه منصبه في أبريل الماضي، جدد خلاله دعوته للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى اختيار سبيل الحوار الشامل لتجاوز الأزمة الحالية. أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره. أقول أدعوكم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال. في الأثناء، قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس المؤقت كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة للانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن القانون يستحدث سلطة وطنية تترأسها شخصية لها كامل الصلاحيات وتضم شخصيات من المجتمع المدني وتستبعد جهات الدولة. تطورات سياسية يواكبها مخاوف اقتصادية، حيث أشارت مؤسسات اقتصادية عالمية إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الجزائري بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير. وكشف البنك الدولي عن ركود في الاقتصاد خلال الفترة نفسها، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنة الحالية.